السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم مقطعنا جديد، جديد اليوم راح نعمل ردة فعل على وسام قطب. راح الإنسان هذا الإنسان هذا اللي مو الضحك، أقول لك كلمة. هو الناس بيقول عنه وسام قطب، الناس بيقول عنه وسام كيو، مش عارف ايه صراحة. كذاب. المهم راح نسوي عليه ردة فعل ونضحك على مقاطعه وراح نموت ضحك. المهم يا شباب، حط لايك، المحط لايك يحط لايك، واشتراك يحط اشتراك، ويفعل الجرس وكل الكلام هذا. ويلا خلينا نبدا. كيك ستارتكس معنا. اول حاجه داخل مطعم اربعه اللاتيه، ودي اطلب. استاذي رقم اربعه هاي مش شنو لبس اللبسه؟ شو قصدك يعني؟ لا استاذي، انا بس بوضح لك. لا انت قصدك انه انا ما بفهم في هاي القصص، ما معي مصاري افوت هيك اماكن، ما بتتشرفوا في اشكالي هيك قصدك؟ خانم استاذي. لا انت قصدك انه انا ما معي مصاري. شو الشغيله هاي اللي بتشتغل في ستارتكس يا زلمه؟ استاذي احنا في مكان عام، وبتوطي صوتك. شو اللي وطي صوتك يا زلمه؟ انت صاحي يا زلمه؟ انا افوت اشتري؟ قلبي صار يضرب علي، شكلي حموت في المحل. نفس الشخصيه على فكره. استاذي ممكن يهدى شوي تفهمنا شو المشكله؟ يا زلمه دخلت على المحل بقول له اعطيني رقم اربعه، بقول لي احنا ما بنتشرف في اشكالك، انت زلمه واضح انك طفران معكاش مصاري، يا زلمه انا جاي اشتري. كذاب وكذاب تحكي لي كذابي؟ انا فايت اشتري قهوه اطلع من بعد الموقف. استاذي ولا يهمك ولا تزعل حالك، اليوم مشروبك على حسابنا، شو بتحب تشرب؟ اعطيني رقم اربعه وايت موكا لو سمحت. تكرم عيونك. على حسابهم كمان الحين بيشرب هسه. والله طلعش ولا صوت، اعطيني كل فلوسك هسه. خذ يا زلمه. شو البرود ها؟ مع القرش اعمل حالك يا زلمه، مشان الله خذ، لا تعل بالي، خذ وتوكل. يا زلمه ايش في؟ يا زلمه شو السرقه العاطله هاي؟ مش انت بدك تسرقني؟ هيني انا عم بعطيك المصاري. فكر التليفون حقك عندك ولا المحفظه؟ شو بدك؟ انا بعمل هيك عشان الادرينالين، مش لانه ناقصني. اوكي طيب ماشي، عيد السيناريو كله. جايش بدها ورط فاهم، ورط ورطه كبيره. لا بالله عليك، يا دوب اللي معي يكفوني لاخر الشهر. شو دخلني يكفوك ولا ما يكفوك؟ ايدك في جيبتك وطلع اهلي ما تضرب وغلط بالمخ. هذا شغل مطفى. انا اسف والله ما قلت. ولك لا، هيهم عايشين، هيهم في الغرفه اللي جوا، انا عشان الجو بيتك. اقسم بالله ما بيهمني، ما الله يطلب زمان. هذا يحتاج المونتاج، ويحتاج يعطيك المصاري بس نزل السلاح. ورش يقلع البلوزه هذه ويحطها ثاني، يقلع ويحطها ثاني، تغير تغير. تمام هيك بلوزه حبيبي، دير بالك بلوزه خصمون لنا. زيت السكينه بس. ماشي بحكي معك بكره. سلام. شكلها هاي هي اللي حنحبها. قلبي احنا بغران قلبي. انت حمار ايش بغار عليها؟ هاي قلبي، انا قلبك. ماشي انت قلبي الاصلي، هي قلبي المثل. ايش في؟ شكلنا حنحب يا كبير. يا حبيبي لا حنحج، شكلنا حنحج يا كبير، بدنا نروح نعمل حج السنه الجاي. ما تحضلك خايف منه فاهم؟ يا زلمه اسكت. ايش بديش اسكت؟ وسام كان عم بيحكي تليفون مع بنت وبدنا نحبها. هاي مش زي اللي قبلها. جازم عليها احسن منيح البنت، هو بتخرف مع جازم. اذا صرنا مبلكين 20 بنت بدي احب يا اخي. ترفع صوتك علي؟ مش قصدي يا زلمه، لما احكي بتبلكها بتبلكها. يا زلمه ما بدي ابلكها، بدي احب بلكها. شباب انا لازم اروح. ها يا زلمه وقفتك فوق ما مع ساعه. وقف. ايه يا سلام، شو بتعمل؟ بدي انام، لازم اصحى بدري بكره. شفت فيديو الافعى اللي بتطخ ليزر؟ طيب اقسم بالله بتصير والله العظيم. كريستيانو رونالدو امام مسجد لاول مره، شوف شو صار. كريستيانو رونالدو مسجد بدك تنام ويجي اشعار طين طين. راسي بدي انام بالله. يعطيك العافيه. طياره سقطت في جنوب امريكا، طبعا ايش دخلها في النوم؟ كابتن بطل اسطورة معلش. ايش بدك؟ وش تبي؟ دارك الجزء الرابع بالسينما كل يوم الحركة، كل يوم. اذا هم ثلاث اجزاء كيف نزل الرابع؟ هسه صاروا اربعة. تعال شوف. انا لازم انام، ابعدوا عني. عندي لك رسالة انستغرام. العب انستغرام. والله عارف مش فاهم ولا حاجة، انت قاعد على جنب بس فاهم. والله مش فاهم قصة. يا زلمة شو بدك؟ انت مفكر حالك صاحبي يا زلمة؟ اطلعوا برا خلوني انام. قرروا في عيشة انستغرام يوتيوب. ايوه شاهد الان شجرة تسجد، سبحان الله. اطلع برا. يا الله
يا زلمه انت غبي اصبر حمار انت حمار معلش انا اسف شو معلش انا اسف يا زمان تعبت وحياه امي تعبت والله ما كنت منتبه حقك علي ما هو مش منطق كل يوم مش منتبه صحصح يا زلمه انا مصحصح بس في حدا محرك الطاوله اكيد ما كانت هيك لا فيش حدا محركني انا في البيت ها من قبل ما انت تنولد بعرف كيف اوقف لو سمحت اسكتي يا بتكوني محضر خير يا بتسكتي يعني بتكبسني في الطاوله وبتحط الحق كمان على الطاوله يا زلمه انت ما بتغلط اذا انت ابوي انت فكر حالك ما بتغلط يا زلمه اتعلم تحكي اسف يا زلمه اول كلمه حكيتها انه انا اسف مجتمع انساني قذر في جشع مقرف انت وراسك المربع تقول صندوق اكل هي 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 انت ناسي انه انا قائد المركبه هاي كلها طب شو يعني اذا ما بتحترم حالك بكبسك في الطاوله مره ثانيه ايش بتهدد يعني بتهدد بهدد اذا انت فكرني خايف شو ايه والله غيرشتك عليك والله زلمي لا تهددني خلص طلع راح فين شو اسم الاغنيه اللي سمعناها مره في 2004 عقوي. كنا راكبين تاكسي وكان مشغل اغنيه هنديه يا عم بدك تنام شيء زي هيك شو لما تنام هذا وقت مناسب نتذكر فيه اغنيه سمعناها بالغلط غنيها وخلاص غنيها المشكله انه بدي انام فارق حب كانه رن جرس البيت هسه مستحيل يا زلمه اسمع ركز مش سامع شيء إذا بتتخوت يا زلمة بتتهبل علي مفكر حالك صاحبي يا زلمة حل عني بدنا هاي أنا جوعان أكلنا قبل ساعة كيف جوعان أنا هسا جوعان شو السيستم سليب سيستم هذا هو السيستم وبعدين طب انت قوم نفتح الثلاجة قوم هنفتح الثلاجة لا مش هنفتح الثلاجة فتحنا الثلاجة 50 مرة اليوم لو حدا شافنا بيفكرنا مجانين ابعد قوم نفتح الثلاجة هين عن امك قوم حلوة البلوزة عليك شكرا هتعمل فيها زي ما عملت فيه ايش انا ايش سويت اخذت اللي بدك اياه مني ورميتني مش فاهم هذا ايش استعملتني كبيت علي خردل في حدا باكل خردل كبيته علي ومشيت لك اياه بطلت تغسلني ايدك صرت تغسلني في الدراي كلين انا قصرت بشيء مستحي مني اكيد لا اكيد مش مستحي منك قاعدين وبتفرج بس يعني ما بتزبطي على الطقم انا هسه ما بزبط على الطقم مش حاسه انك مكبر الموضوع شوي متى اخر مره لبستنا مش زمان بجوز قبل 6 شهور لك 6 شهور مش لابسني والله اسف ما بعرف كيف صار هيك بس اغسلني بكلور وريحني مستحيل لونك حيروح حط على الشنطه وامسح فيه الارض والله تخسي هذا مكاني سامر صار لي 3 سنين هون انا مرتاح قالوا لي انك حجرت على النمسه نمسه نمسح الارض صرنا نمسح الارض شو رايك تحكي بسم الله قبل ما تاكل الشيطان لو ما حكيت بسم الله الشيطان باكل معك انت عم بتذكرني احكي بسم الله الشيطان عم تاكل شيء محرز بقول لك ماشي بس عم تاكل فاصوليا مش جاي على بالي اكل فاصوليا صراحه احكي بسم الله ليش شو مالها الفاصوليا يا نجس طعمك زي ما بتتاكل غرمك كيف تحكيش مع الفاصوليا زي هيك ماشي انت احكي بسم الله وبتنتهي القصة هاي كلها بس احكي بالله لا تحكي خليه يأكل فاصوليا غصب عنه يأكل إذا ما انت مالك انت شو مشتبه انت ايش بدك هذا اللي انت شاطر فيه لما تأكل برجر وبيتزا بتحكي بسم الله بس لما تيجي تأكل فاصوليا بتلقلق بتنسى بتفرمت عقلك صح انت قاعد بتعاتبني هذا انت حمار جد انسان مش منك من لونك الاحمر تقول كاتشب كاتشب حلو صح اكون كاتشب ولا اكون فاصوليا قلت لك تحكيش مع الفاصوليا زي هيك صح شايفه؟ هتحكي بسم الله صح؟ أكيد كل بسم الله بسم الله يا زلمة مين الشيطان أنا ولا أنت؟ المهم يا شباب وصلنا نهاية الفيديو قسم بالله كل الفيديو وأنا متبع مع المقطع ومستمتع وأنا أتفرج عليه ما لحقت أتكلم أصلا صراحة فهمت أجزاء وأجزاء مش أنا فهمتهم كلهم عشان أنا متابع تيك توك وكل شيء المهم شباب لا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعل الجرس ويلا سلام